إذاعة المملكة العربية السعودية تقدم الأرض الطيبة. صوتنا ارتبط في أذهان محبي الإذاعة يوميا عند بزوغ الشمس ليرسخ في ذاكرتنا أصوات عمالقة الإذاعة السعودية كعبد الكريم الخطيب، بدر كريم، عبد الرحمن الشبيلي، عباس غزاوي وغيرهم. عرض الملك سعود فكرة إقامة محطة إذاعية للمملكة، ولاقت فكرته موافقة والده المؤسس رحمه الله. بدأ الإرسال الفعلي للإذاعة في جدة، واستمر ل16 عاماً قبل إنشاء إذاعة الرياض في يوم عرفة عام 1371 من الهجرة، حيث ألقى الأمير فيصل كلمة لحجاج بيت الله الحرام نيابة عن والده. أفتتح من وادي إبراهيم من بلد الله الحرام محطة مكة المكرمة للإذاعة اللاسلكية للمملكة العربية السعودية، وأفتتحها للمرة الأولى في اليوم الأول من العام الهجري الجديد، فما أروعها ذكرى سيقترن تاريخها بتاريخ هذا اليوم. ومن هنا انطلقت الإذاعة، وكانت لكلمته رحمه الله أول الأشرطة المؤرشفة في المكتبة، ومع التطور الملحوظ تم تحويل هذه الأشرطة إلى نظام إلكتروني الذي قلل من استهلاك المساحات الفعلية وزاد من حجم التخزين. انطلقت الإذاعات في المملكة لتصبح 5 إذاعات رسمية: إذاعة الرياض، جدة، نداء الإسلام، القرآن الكريم، وراديو السعودية الناطقة بالإنجليزية. في اليوم العالمي للإذاعة نذكر الدور الهام الذي تقدمه هذه الوسيلة والذكرى الجميلة التي تركها مؤسسيها في ذاكرة الشعب السعودي. شهد باهبري، جدة.